بناء على تكليف السيد الأستاذ معالي نقيب المحامين بالاجتماع بالسادة الزملاء محامي الإدارات القانونية بالدولة لتلقي طلباتهم ورغباتهم في مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية بالدولة. وإحنا النهاردة كلجنة برئاسة الأستاذ يحيى التوني والأستاذ علي الصغير حضرنا معهم وتلقينا المشروع بتاعهم، وانتهى الاجتماع على ان السادة الزملاء متوافقين على ترك السادة الزملاء المحامين إدارات القانونية متوافقين على بعض النقاط لتحقيق أملهم وطموحاتهم لتعديل قانون الإدارات القانونية بالدولة، والسادة الزملاء برضك متوافقين على تفويض مجلس النقابة برئاسة الأستاذ النقيب على ترجمة هذه المقترحات إلى مواد قانونية بالواقع الذي به حالهم حال محامين الإدارات القانونية، وبالطريقة التي يراها مجلس النقابة برئاسة الأستاذ النقيب لتفعيل هذه التعديلات وعرضها على مجلس الشعب لإقرارها في هذا الدور الانعقاد.